وهو تدريب الشباب. انت النهارده مشكلتك انك قاعد في البيت قاعد على القهوه، لا تعال عايز تتدرب هدربك. انا هعلن عن مهن معينه او حرف معينه، اللي عايز يجي يتدرب عليها يتدرب عليها. عندنا 51 مركز تدريب على مستوى الجمهوريه، تمام؟ بس شغالين. ما هو مش بالكفاءه المطلوبه. برافو عليك. يعني انا برضه دي عيب من العيوب. عيب من العيوب عند حضرتك كمان لو تسمح لي، انه التعليم الفني اللي كان قبل كده بيقدم لك نماذج ممكن تطورها اصبح صفر. ليها علاج، ليها علاج على مرحلتين. المرحله الحاليه انك الخريج اللي جاي او الطالب اللي لسه موجود انك تدربه، اما من خلال مراكز التدريب او من خلال المصانع. يعني النهارده بنعمل اتفاقيات مع بعض المصانع عشان ياخد الشباب في سنه ثانيه وسنه ثالثه في الصيف يدربوهم كل واحد شهر، تمام؟ على اساس انه يبقى عارف ايه هي الاله اللي هيطلع يشتغل عليها، ما يبقاش عنده لما يخرج ويتخرج ويبقى معاه الشهاده ورايح يشتغل عند حضرتك يلاقي نفسه في مكان ثاني ما يعرفش هو فين. كل اللي درسه ده مش موجود في المصنع. ده احنا محتاجين نأهل الناس. مراكز التدريب النهارده اذا كانت بتدرب الشباب على بعض الحرف وفي النهايه يطلع الشاب بعد ما يعمل دوره او اتنين لا يملك من هذه الحرفه غير 10%، هذا الكلام ما ينفعش. لا، لازم النهارده بنعمل تجربه جديده بس دلوقتي. حضرتك سياده الوزير ده يعني الكلام في مش عارف اقول لحضرتك انه الكلام ده